سنة من السنين على حياة جدي الله يرحمه. كانت عندنا ناقة هذه محبوبة عند جدي الله يجعله في الجنة. والله ما أنسى اسمها، اسمها شيوب. هو هو جرى على الناقة هذه إنها انكسرت في يدها كسر ما له جبر، ولا عندنا شديد ما يقارب 70 كيلو، ولا لنا حيلة ولا لنا نجدة إلا أنها تجلس ونشد ونخليها، واليوم الثاني يشلها بدنه. الشايب جاله في الجنة ما يقدر يفرط فيها، راح يشلها بدنه ويجيبها له اليوم الثاني، لكن في النفود ما حولنا يدنا. مشينا الفجر مغباش، غبشنا الفجر وشدينا وشديدنا وقطعنا 70 كيلو، ما عشينا إلا قرايب المغرب. بعد ما عشينا شبينا ضونا، سمرنا، تعشينا مثل الحلقة على الضو قدام الخيمة. يوم قاربت الساعة 11:10 في الليل، ما خلقنا ولا علمنا إلا والله نترزمها فوق روسنا، لهي وسطنا بالضبط، لهي ترزم وتحن ماشية 70 كيلو، والله أنها تسحب يدها سحب تتبع جرتنا. البلدي عظيمة والله، شوف عيني بالشايب جالة في الجنة، هو العيال عيال الشايب يا مخرة دموعهم يبكون عليها، والله ما لهم على الموقف اللي حصل. من أحد المواقف بعد مع البل، كان هذا الموقف قبل بداية مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. كانت عندي ناقة والله انها كامل مواصفاتها وكامل بصحتها ولا فيها اي عذروب قاطع ان احد يبخس قيمتها علشانها. شريتها، وش شريتها به؟ والله انها بجوال، ولا هو ليته جديد مستخدم، والناقه الى الحين معي، وبعد مهرجان الملك عبد العزيز اتسام مني ب 12,000 وطق اصبع. من المواقف اللي حصلت معي في البل، سنة من السنين كنت نازل يم عرق كنهرة وراء الغلانة، كان عندي قصير لقيت عنده بعير منتج وبعير طيب، رحت أبى أضرب عنده، قلت من ذا محله، لقيت راعي البل قلت من ذا محله، ما كان فيه المعزب، كان هذا محل الفنان خالد عبد الرحمن. قلت نعم وضربت، وجت عندي بكرة سنها الحيل جذعة، طبعا كاسر أم روتين معها، ما أدوه لها، ما أعطيها نفس اللي أعطيت قبل شوي، أغني لها من البوم وشلون مغليك وتجيني ترزم، أعطيها تذكار عيشك على التذكار، مدلعها دلع كل أبوها بسباية، من أبوها عند خالد عبد الرحمن، هذا اللي خلاني أكسر الروتين معها. أبو نايف، من اللي ما يحب أبو نايف؟ حياة